هذا واختتمت أعمال اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، حيث تأتي هذه القمة تجسيدا للروابط العريقة مع دول آسيا الوسطى. هي الأولى من نوعها وتبنى عليها آمال مستقبلية، قمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى بمخرجات تسعى للارتقاء بمسيرة التعاون الإقليمي والدولي، وبنيت على أساس صلب تحقيقا للتطلعات المستقبلية المشتركة. تأتي القمة التاريخية الأولى لدول مجلس التعاون مع دول آسيا الوسطى من منطلق يعني تأكيد وتوجيه قادة دول مجلس التعاون حفظه الله ورعاهم لضرورة أن يعني يعمل أو تعمل المنظومة الخليجية على زيادة شراكاتها مع الدول العالم ومع التجمعات الإقليمية. نحن نعيش في عصر أمست فيه التعددية، المالتيلاتراليزم عنصر مهم في تكامل الدول وتكامل التجمعات. وشهدت القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى حضوراً إعلامياً لافتاً حرصت فيه جميع الوسائل الإعلامية على نقل حقيقة وواقع المجهود الخليجي في تطوير العلاقات مع الدول الصديقة. تأتي هذه القمة الخليجية الآسيوية إذا جاز التعبير، أو 6+5 إذا أحببنا أن نسميها بالمصطلح الحديث، تأتي في سياق جديد تعيشه منطقة مجلس التعاون الخليجي. هذا السياق ينبئ عن حالة جديدة في الوعي السياسي، عن حالة جديدة في الرغبة السياسية، في الإرادة السياسية التي يريدها حكام دول مجلس التعاون الخليجي، الإرادة السياسية التي تتوافق مع سمات القرن 21. الكل يعلم بأن توجه دول مجلس التعاون الخليجي مع الشراكة الدول العربية نحو شرق أوسطية، لقد التعبير عليها C5، المملكة العربية السعودية مع شقائها الخليجيين نجحوا في استقطاب هذه الدول وتكون شراكة اقتصادية وتكامل اقتصادي وتنموية لما يحقق الصالح العام. هذا وحرصت الأمانة العامة لمجلس التعاون على المشاركة وللمرة الأولى بمنصة إعلامية خلال انعقاد القمة لتتيح للحضور التعرف على مسيرة مجلس التعاون المباركة، كما عرضت تقريرا عن العلاقات الاستراتيجية بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى. مخرجات القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى تصب في صالح القطاع الاقتصادي والاستثماري، وهي النقاط الجوهرية التي تم طرحها في هذه القمة تحقيقا لرفاه الشعوب. فيصل حسين لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.